فارس بيعقد مقارنه ما بين اوجاستي وما بين احمد مرعي، فعندنا برضو مقارنه ما بين اوجاستي وما بين الكابتن احمد مرعي، ولكن مقارنه على حساب او على اساس او على معيار التعامل من قبل الاتحاد المصري لكره السله. صحيح. خلينا نتكلم بوضوح، المباراه كان فيها شد وجذب مفتعل، ربما انسقنا ليه، ربما انسقنا ليه، يمكن حماستنا واننا لازم نفوز بالاربع مباريات برغم ان هي كانت تحصيل حاصل وبرغم ان اوجاستي ريح عدد من النجوم، ولكن في النهايه رحنا لفكره ان انت لازم تفوز ولازم تركب نفسيا ولازم تركب معنويا، والمنافس كان بيحاول ان هو يخلي شكل الخروج في فوز على الاقل، فبالنسبه لنا كانت المباراه فيها شد وجذب كبير جدا. طيب حصل شد وجذب، اطرد مستر اوجاستي، اطرد بعده الكابتن احمد مرعي، مستر اوجاستي اعترض على البورد وخد الطرد وطلع، الكابتن احمد مرعي نفس القصه اطرد فراح ورجع وراح ورجع وفي حركات شفاه، مش كده وبس، طلع قاعد في المدرج، تم ايقاف اللعب عشان ينزل من المدرج يخرج من الصاله بالكامل، ففي تعطيل كمان للعب. تمام، هنا في طرد وهنا في طرد. طيب اتحاد كره السله لما جاي يتعامل مع المعطيين دول او لما جاي يتعامل مع الاثنين مدربين دول عمل ايه؟ دي القرارات. خلونا الاول نستعرض القرارات عشان نعقب بشكل واضح، لان بيتكلم قرارات اتحاد السله ان بناء على ما جرى خلال احداث المباراه ايه اللي حصل، وطبعا مباراه الاهلي والزمالك في دوري المرتبط، قرر مجلس اداره الاتحاد برئاسه الدكتور مجدي ابو فريخه ما يلي: منع الجماهير التي تواجدت في المباراه من فريقي الاهلي والزمالك من حضور المباريات لمده 3 اشهر واختار شركه تذكرتي بذلك، ده رقم واحد. رقم اثنين، توقيع غرامه ماليه على النادي الاهلي قدرها 30,000 جنيه. 3، توقيع غرامه ماليه على النادي الزمالك قدرها 20,000 جنيه. 4، تحمل كلا الناديين كافه التلفيات الخاصه بالصاله من جمهور كل منهما وفقا لما تقر الصاله التي اقيمت عليها المباراه. 5، اجراء تحقيق مع المدير الفني للنادي الاهلي اوجستي بوش. دي القرارات اللي صدرت من اتحاد كره السله، وانت مغمض كده هتبدا تسال ليه هنا في تمييز. يعني ايه في تمييز؟ يعني 30,000 جنيه 20. على نادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، 20,000 جنيه على نادي الزمالك. ليه؟ على اساس ايه؟ على اساس العدل كان موجود ولا على اي اساس؟ هنا هيتفات وهنا هيتفات. ليه ما كانش فيه 30,000 و30,000، 20,000 و20,000؟ فده رقم واحد، ادي بدايه التمييز. تعالى لرقم اثنين، هو اصلا ليه المنع لمده 3 شهور؟ ليه المنع ما تحددش بعدد مباريات زي ما بيحصل في مباريات كره القدم، خاصه وان شركه تذكرتي هي المسؤوله عن جماهير كره السله وهي المسؤوله عن مباريات كره القدم، فليه المنع لمده 3 شهور؟ رقم ثلاثة وده الاهم، الكابتن احمد مرعي صدر منه سلوك يعني خلينا نقول غير رياضي، يعني قال الكلام كده في مباراه الزمالك وطلائع الجيش، سلوك في بصق على لاعبيه ده نوع تاني، وسلوك كان اصعب بكتير باشارات يعني صعبه جدا، يعني مش هينفع نوصفها، فكانت اشارات خادشه للحياه. تم تحويله للتحقيق، طلع الكابتن احمد مرعي اللي اتكلم، اتحاد كره السله ما اتكلمش، احنا ما نعرفش نتائج التحقيق غير من الكابتن احمد مرعي، الكابتن احمد مرعي اللي كان بيقول هو انا ليه اتحول للتحقيق من قبل اتحاد كره السله، المفروض نادي الزمالك اللي يحولني للتحقيق. لا حضرتك لما يكون في اشارات ممكن تخدش الحياه للمشاهد وللمتلقي، وفي طرف تاني صح والمباراه مذاعه بالظبط، فلازم حضرتك الاتحاد مسؤول عن هذه الاشارات. طيب الاتحاد ما اعلنش وانت اعلنت ان في غرامه ماليه، طيب جيت المباراه اللي بعدها عملت مشكله وجزتي اول مشكله، المفترض مين اللي يتحول للتحقيق؟ المفترض مين اللي يكون عقوبته مغلظه؟ المفترض جزتي هو اللي يتحول للتحقيق والكابتن احمد مرعي مفيش لا حس ولا خبر، ولا القصه انتهت بخروج نادي الزمالك من البطوله؟ ما البطولات مكمله اتحاد السله، البطولات مكمله، يعني احنا كنا لسه بنشيد بتعامل اتحاد السله مع اللوائح وفكره ان انت مش هتأيد لعيبه الا لما يكون في دفع للمصروفات او دفع للمستحقات المتاخره على الانديه، وده اللي تسبب في عدم وجود بعض المحترفين في بطوله كره السله. طب ليه رايحين لسكه التمييز وليه رايحين للقصه دي قبل مباراه نهائيه وبتحول مدربي انا للتحقيق وبتسيب المدرب اللي اخطا خطا انت نفسك حاولته للتحقيق بدون تعقيب تغليظ العقوبه او بدون حتى ان انت تحاول التحقيق مره ثانيه وتوصل معاه لعقوبه مغلظه؟ فطبعا يا فارس اسئله كتير على قرارات اتحاد كره السله، بنكون التقدير والاحترام لقرار اتحاد كره السله او القرارات السابقه ان هو خد بعض المواقف الى حد ما مختلفه عن اتحادات اخرى،
صحيح وانت فيها فاهم لوائح طبعا. وفيها تمسك باللوائح على الجميع. المره دي لا، في تعقيب واضح وفي تمييز واضح. بص، ده اللي يدل ان احنا هنا يا جماعه ما بنتكلمش باهواء وما بنتكلمش باغراض، احنا بنشيد لما تتمسك بلوائح وبنطرح للراي العام، وهذا دور اي اعلام للامانه، ان انت تطرح للراي العام تساؤلات، وربما التساؤلات احنا بننتظر عليها ايضاح مهم وبننتظر تفسير ليها، لان التباين يا جماعه هنا لما كابتن احمد مرعي عمل امور تخص فريقه، نحن في قناه النادي الاهلي ما تطرقناش للموضوع اطلاقا، لان هنا كان في اطار هو الراجل نفسه قال النادي، لا احنا ردينا ما فيش حاجه اسمها النادي لان في قرارات انضباطيه، ولكن علاقته بفريقه ده شيء يخصه. احنا امبارح لقينا التعقيب على اوجاستي والتعقيب على امور تخص النادي الاهلي في اماكن اخرى، وهي مش من شان اي نادي اخر. طب احنا هنا بقى بنطرح الموضوع ازاي؟ بنطرح اذا كان انت اخضعت مدرب للتحقيق وعندك سابقه اولى لاوجاستي ايا كان دوافع الموضوع، ولكن في النهايه في موضوع، فالحد الادنى ان الاثنين يكون في تحقيق معاهم، وتنتظر ان اللي تكرر منه اي سلوك داخل الملعب يكون عليه عقوبه مغلظه. ولكن اما وان ان احنا نلاقي اوجاستي هو اللي طالع في قرارات الاتحاد ان في تحقيق معاه، وتجاهل تام لفكره وجود كابتن احمد مرعي، فقصه صعبه وقصه غير منطقيه. وبنطلب من الاتحاد المصري لكره السله ان هو بما انه بيتبع اللوائح وبما انه بيتمسك باللوائح يطلع يبرر لنا ليه كلنا شفنا كابتن احمد مرعي في منه سلوكيات حصلت وفي منه اعتراض على البورد بتاع التحكيم ومفيش قرار تجاهه. ده اللي احنا بننتظره.